ما هو إكسير الحفظ؟ يعني أنت حفظت ما شاء الله في مجالات متعددة ومنوعة، ما هو إكسير الحفظ الذي يثبت الحفظ، يحفز على الحفظ؟ لأنه بعضهم قد يزهد في الحفظ ويقول لك اهتم يعني بالغوص في المعاني والتأمل خطأ كبير. الفهم لا يمكن أن يتم إلا مع الحفظ. بعضهم يفهم ثم ينسى ما فهم ولا يبقى عنده أصل. ولهذا كان بعض مشايخنا يوصي بحفظ الزاد المستقنع في اختصار المقنع في الفقه الحنبلي، قال: وإن غابت عنك ألفاظه بقيت عندك معاني. جميل، يعني من بركة المتن. بعض المتون يعني حتى لو فقدتها تبقى عندك المعاني. ألفية بمالك كنا نحفظها ونهتم بها، ولا سيما في المعاهد العلمية. كان يقرر التحقت بالمعهد العلمي؟ نعم، عام 1422 في المرحلة الثانوية. الثانوية وليس المتوسطة. لا، في الثانوية. كان في منطقة جازان أو في المعهد العلمي في الرياض. في الرياض. يعني انتقلت من جازان إلى الرياض في المرحلة الثانوية. نعم. لما جيت المعهد العلمي، طبعاً مناهجه التعليمية تختلف عن مناهج التعليم العام، لأنه هو امتداد لجامعة الإمام. صحيح. درست كان نواة. درست الألفية ودرست الأصول ودرست نعم. تنوعت العلوم. بدأت هذه الرحلة المعهد العلمي الجامعة وكذلك الماجستير والدكتوراه، فأنت أسير لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نعم. يعني طالبا فأستاذا فيها. نعم، قضيت فيها أكثر من 20 عاما ما شاء الله تبارك الله، من الثانوية إلى أن تخرجت في الدكتوراه.